يضبط ساعته وهو يطلق صافرة البداية في هذه القمة الكروية الكبيرة، في هذا اللقاء الكبير، في هذا الحوار الكبير. قلنا لقاء العراقة ولقاء الذكريات الجميلة، لقاء أصحاب الغيالات الواحدة، لكن لن يتخلى عنها على الإطلاق في مواجهة فريق الاتحاد الضيف بألوانه الزرقاء بشكل استثنائي في هذه الأمسية. إذن انطلق اللقاء منذ لحظات، ومباشرة أذكر أيضا بوضعية كل فريق على لوحة ترتيب بالنسبة للمجموعة الثانية. الاتحاد في الصدارة المؤقتة ب 30 نقطة بعد خوض 13 مباراة، هذه هي المباراة الأخيرة بالنسبة للاتحاد، بينما فريق الأهلي ستكون مع فريق الأولمبي بطرابلس، لم يحدد موعد هذه المباراة بعد. إذن سلامات المحترف المصري أحمد عيد عبد الملك، تعرض لإصابة في وقت مبكر، لكن أعتقد الإصابة سوف لم تمنعه عن الاستمرار ومشاركة زملائه في هذا اللقاء. سلامات للمحترف أحمد عيد عبد الملك، حيث تلقى العلاج خارج خطوط الملعب.